كمان النادي الاهلي النهارده بينعي رحيل واحد من ولاده ونجومه الكبار القدامى الكابتن ميمي عبد الحميد. انتقل الى رحمه الله تعالى كابتن ميمي عبد الحميد، واحد من نجوم كره القدم الاهلاويه في الستينات. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره واعضاء مجلس الاداره والمدير التنفيذي بينعون ببلى والحزن والاسى رحيل الكابتن ميمي عبد الحميد اللي وفاته المنيه اليوم. دعينا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته، له كل الدعاء بالرحمه والمغفره ان شاء الله.